هاي، انا نادين الشربيني. لو انتوا بشرتكم بتنشف زيي قوي في الشتاء، هقولكم دلوقتي على اكتر منتجات انا بحب استخدمها تخلي دايما بشرتي مترطبه وبتساعدني قوي في فتره تغيير الجو. اول حاجه الميه الميه الميه، مش هقولكم على اهميه الميه. اول ما تصحي الصبح اشربي كوبايه كبيره، وطول اليوم اتاكدي ان انت تشربي من 6 ل 8 ازايز ميه صغيره. دي هتساعدك ان انت يبقى من جواكي هايدريتد، فمن بره يبان عليكي ان انت بشرتك فيها ترطيب وهايدريشن حلو. تاني حاجه هنبص على اللي بره، الكلنزر. الكلنزر من الحاجات اللي مهمة، ما تستخدميش كلنزر يشيل الترطيب من بشرتك، لازم تستخدمي حاجة بتديكي هايدريشن. فأنا بحب استخدم الكلنزر بتاع أورياج، ده معمول مخصوص للبشرة الجافة أو الجافة جدا، وفي شيا باتر وبيصلح الطبقة الخارجية من البشرة، فهو حلو قوي ومش هينشف بشرتك خالص. بعد كلنزر على طول أهم خطوة في ناس كتير قوي بتنساها، السيرم. السيرم ده سحر، اهم حاجه ما تنسوهوش، لان هو بيبقى خفيف فبيدخل جوه اعماق البشره للطبقه الثانيه من الجلد، فبيخلي بشرتك مترطبه طول اليوم وبيعمل افكت حلو قوي للبشره. فانا اكتر سيروم بحب استخدمه الافان فيزيو ليفت، علشان ده بيبقى ضد التجاعيد وفي نفس الوقت بيدي هايدريشن. هو خفيف قوي ومعمول من الهايلورونيك اسيد، في نوعين من الهايلورونيك اسيد، نوع رفيع بيدخل جوه التجاعيد ويرطبها، ونوع اتقل بيبقى من بره البشره بيحميها علشان يخلي الترطيب يفضل جوه البشره. وده حلو قوي خصوصا لو انت بشرتك اويلي، فده بيساعد ان انت ما تزيتش وتفضل الترطيب محفوظ جوه البشره طول اليوم، وحلو قوي في الشتاء. بس ان هو فيه بقى فيتامين اي اند اف، وده مضاد للاكسده، حلو قوي وبيحمي من العوامل الطبيعيه وبيحمي برده من الشمس. بعد السيروم على طول لازم نحط الفيس كريم. انا بحب استخدم بتاع يورياج زيموس، بيديكي ترطيب اكتر لبشرتك، بس انتي لو حاسه ان السيروم كفايه ممكن تحطيه بالليل. من الحاجات اللي بتنشف مننا قوي برضو في الشتاء الشفايف. انتي لو بتحسي ان شفايفك في الشتاء دايما بتبقى متشققه وناشفه، لازم تستخدمي ليب بالم قوي. انا بحب استخدم الليب بالم بتاع افان، لان هو فيه فيتامين اي واف وبيحمي البشره وبيرطبها وبيخليها ناعمه، وبيبقى تحت الميك اب شكله حلو قوي. اخر حاجه دي بقى اختراع، انا مش عارفه انا كنت عايشه من غيرها ازاي، كل ده بتساعدني جدا في فتره الشتاء عشان انا بشرتي فعلا بتنشف قوي. الافان سبرينج ووتر، طول اليوم ترشي منها على بشرتك او على جسمك، بترطبهم جدا وبتخليكي حاسه ان انت ريفرشت ومش بتضايق الميك اب خالص. فريكو بتترش ازاي؟ ترشي رشه كده، تحطيها على بشرتك وبس، وهتلاقي ان انت بشرتك طول اليوم مترطبه وهتساعد ان هي لو عندك اي سبوتس ناشفه ترطبها لك على طول. دي اكتر حاجات انا بحب اعملها في فتره الشتاء عشان بشرتي تبقى مترطبه، عشان انا بشرتي فعلا بتنشف جدا. قولولي انتوا في الكومنتس ايه التيبس اند تريكس اللي بتخلي بشرتكم مترطبه في الفتره دي.